عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن الامبيوتيشن. الامبيوتيشن نوعين، سنجل امبيوتيشن ومالتيبل امبيوتيشن. طيب الامبيوتيشن بشكل عام معناه ان انا بحط فاليو في مكان فاضي، عندي مكان فاضي، عندي ميسنج فاليو، فبفل المكان ده بفاليو انا اللي حاسبها. طيب زي ما قلنا هو نوعين، سنجل ومالتيبل. بالنسبه للسنجل متقسم من جواه 3 انواع. اول حاجه المين امبيوتيشن، وده بكل بساطه بيحط الافريج مكان اي فاليو ميسنج، فهو بيعدي على الفاليوز اللي موجوده يجيب الافريج منها، وبعدين اي فاليو يعدي عليها بعد كده يقوم حاطط ايه، طالما الفاليو دي ميسنج مكان فاضي يبقى انا هحط مكانه الافريج بتاعي. تاني حاجه الهوت ديك امبيوتيشن، دي انت بتدور على دونر حد يديلك الفاليو بتاعته، يعني تاخد نفس الفاليو بتاعته. طيب من الامثله عليه حاجه اسمها لاست اوبزرفيشن كارد فورورد، ال او سي اف، ودي بكل بساطه انت بتوردر الداتا سيت الاول. يعني ايه؟ بتقول مثلا انا هسورت الداتا سيت دي بالاي دي مثلا، وبعد ما تعمل كده تبدا تمشي تدور على الميسنج فاليوز، وبعدين لقيت ميسنج فاليو بتقترح انت بقى هتملاها بايه. يعني قدامك بقى ايه، ان انت تملاها ممكن باللي فوقيها، ممكن تملاها باللي تحتيها، تظبط انت بقى الدنيا، ولكن انت هتملى الفاليو دي باستخدام النيبورز بتوعها، فيبقى هما كده اتبرعوا لها بالفاليو بتاعتهم. طيب تالت حاجه هو الكول ديك امبيوتيشن، وده بكل بساطه بيقول لك روح بقى هات داتا سيتس من بره تكمل لك النقص اللي معاك ده. طيب كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده الدقه بتاعته مش عاليه، يعني دقه الفاليو اللي انت عملت لها جنريشن دي مش عاليه، وفيها انسرتينتي عاليه جدا، ما اقدرش ابقى متاكد ان الكلام ده صح، مش بنسبه حتى كويسه. والحلول دي كلها كانت ايام ما كان الكمبيوتيشنز صعب ان احنا نعملها، كانت الدنيا لسه ايه، ما عندناش الامكانيات الكافيه ان انا اعمل شويه كمبيوتيشنز حلوه، فبالتالي كانوا بيجيبوا الحلول دي على اساس ان هي رخيصه مش هتاخد منهم وقت ولا كمبيوتيشن. طيب هنتكلم بقى عن المالتيبل امبيوتيشن، وده بقى يعني مميز جدا لان الديزاين بتاعه هو عايز يتغلب على المشاكل، على النويز اللي ممكن يسببها الامبيوتيشن. يعني تخيل كده مثلا الامبيوتيشن في اول واحده كده اللي هو المين امبيوتيشن، المين امبيوتيشن ده بيعمل ايه؟ كل اللي عمله انه عمال يحط لي الافريج في اي حته فاضيه. طب ما ده كده هيعمل نويز، يعني لو جيت يعني تطبع كده تشوف الهيستوجرام هتلاقي في نويز عاليه جدا، لان استحاله كل الفاليوز دي بتساوي المين، مش منطقي. فبالتالي المالتيبل امبيوتيشن اتعمل علشان حاجه زي كده، علشان تقدر تواجه بيه الازمه بتاعه السنجل امبيوتيشن. طيب مالتيبل امبيوتيشن بيعمل ايه؟ بيقول لك احنا هنعمل امبيوتيشن برضو ولكن كذا مره مش مره واحده. ازاي؟ يعني انا معايا اهو الانكمبليت داتا بتاعتي، شوف كده الدايجرام ده انكمبليت داتا، ببدا اعمل لها امبيوتيشن ان مرات بايا كانت الطريقه بتاعتك ايه. بدات تعمل امبيوتيشن عملت ان مرات، هتبدا تعمل اناليسز على ان مرات بتوعك دول، وبعدين تقرر انت ايه الفاليو النهائيه اللي هتستخدمها، فهي دي اللي هتبقى الريزلت الاخيره اللي هي البولد ريزلت، تجمع بقى الكلام ده كله. فاكزامبل صغير كده قال لك انا معايا الاندبندنت فاريبل اكس ومعايا ديبندنت فاريبل واي، واحنا بنأسيوم ان في لينير ريليشن ما بين الاكس والواي، فبما انها لينير فانا اقدر اشتغل بحاجات الايه اللينير ريجريشن والحاجات دي، ولكن طبعا مش هينفع من الاول كده، انا محتاج الاول افل الميسنج فاليوز. طيب هفل الميسنج فاليوز دي ايه؟ باستخدام بريدكتيف ديستريبيوشن. بريدكتيف ديستريبيوشن دي بتكون given، يعني ايه؟ يعني هيجي مثلا يقول لك الديستريبيوشن اللي احنا هنستخدمها في المساله دي اي باور اكس مثلا، فانت كل هتعمله ايه، هتاخد الاكسات اللي موجوده وتبدا تعوض بيها وتجيب الفاليوز بتاعه الواي.
طبعا دي لازم تكون عارف ان ده هيبقى بريدكشن، يعني انت هتاخد هنا الاكسات بتاعه الاكس اللي هي تاني واحده واللي هي رابع واحده. ليه؟ علشان تاني ورابع واحده هما اللي ميسنج، انت بتستخدم البريدكتيف ديستريبيوشن دي علشان تولد الميسنج فاليوز، فبالتالي هاخد الاكسات اللي الوايات بتاعتها ميسنج وابدا اجنريت باستخدام الايكويشن اللي معايا اللي بتطلع ديستريبيوشن. تقدر بقى ان انت ايه كل مرة هتشتغل راندوم، يعني هيبقى في عندك بارامتر راندوم، فبالتالي مرة هيطلع لك الانسر 5.5، مرة لنفس الاكس هيطلع لك 7.8، ولو شفت التانية اللي تحت برضو هتلاقيها كده، مرة طلعت 8 ومرة طلعت 1.1. ليه؟ علشان في راندومنس، بيبقى في فاريابل بيتحكم في الراندوم ده، فالفاليو بتختلف كل مرة. طيب دلوقتي احنا عملنا خلاص جنريتش يعني جنريشن للفاريبلز دي وخلصنا الموضوع، ايه اللي انا هعمله؟ نرجع للمسألة، كان بيقول لك ان في لينير ريليشن شيب، فبالتالي اقدر ان انا اتعامل ازاي ان اجيب البيتا نود والبيتا 1 اللي هما السلوب والانترسبت وابدا اجيب الايرور كمان بالمرة. خلاص هتعامل عادي خالص، جاب السلوب وجاب الايرور باستخدام طبعا ايه الفاليوز اللي جنريتد من الواي دي وطريقه الليست سكويرد اللي احنا اتكلمنا عليهم. طيب في حاجه بقى اسمها بولينج اناليسز، احنا خلاص كده خلصنا جبنا الايه التو داتا سيتس، احنا عملنا كده مالتيبل امبيوتيشن، عملنا مرتين، ادي اول مره اللي على الشمال دي تاني مره هي اللي على اليمين. طيب عايزين بقى ايه نقيم المرتين دول، فانت عندك ايه بقى؟ عندك اول حاجة هتجيب البولد سلوب استيمت، ده بتحسبه ازاي؟ السلوب بتاع البول كله على بعضه اللي هو بيتا 1 للبول كله، هو عبارة عن مجموع البيتا 1 اللي انت جبتهم. لو طلعت هنا هتلاقي ايه البيتا 1 زي ما احنا قلنا هي السلوب، فهتلاقي ان انت جبت السلوب الاولاني اهو نيجاتيف 0.82، السلوب التاني 4.93، فهتجمع التو فاليوز دول على بعض وايه تقسم على الاثنين، جالك ايه الاستيميت اللي هو الافريج بتاع البول ده. الكيس طبعا بتاعتنا دي ان احنا شغالين على ايه على تو تيبلز بس. طيب وهتحسب كمان الفاريانس بتاع السلوب ده باستخدام الايكويشن اللي هي بتاعت الاس دي، هتعوض من الفاليوز اللي فوق، يعني ده تعويض مباشر، جيب الستاندرد ايرور اللي هو سكوير روت الايرور وتعويض مباشر. طيب البريدكشن ده زي ما احنا قلنا جاي من ديستريبيوشن، لما اتكلمنا فوق في الاول خالص الفاليوز الراندوم اللي جت دي جت منين؟ جاي من ديستريبيوشن. طيب طالما بنتكلم في ديستريبيوشن فلازم نفتكر البايس سيرم اللي هي probability of b given a هي probability of a given b في probability of b على probability of a، ده البايس سيرم. ايه الحاجات دي؟ زي ما احنا قلنا كانت البوستيريور بروبابيليتي، ان بروبابيليتي ان حاجه تحصل جيفن ان في حاجه حصلت اوريدي اللي هو الايفيدنس حصل، هي البروبابيليتي اللي هي البيرير اللي قبلها اللي هي بروبابيليتي اوف اي جيفن الاتش، بروبابيليتي ان انا اشوف الايفيدنس ده جيفن ان الهايبوثيسز دي اتحققت، مضروب في بروبابيليتي بتاعه الهايبوثيسز نفسها على probability الايفيدنس، ده الرول اللي احنا كلنا عارفينه. فقال لك بناء على الرول اللي فوق ده في نوع من الامبيوتيشن اسمه البيزيان امبيوتيشن، ده بكل بساطه انت بتعمل بيرير ديستريبيوشن. البيرير اللي هي ايه اللي كنا اتكلمنا عليها هنا، دي البوستيريور دي البيرير ديستريبيوشن هي probability of e given ال h. فانت عندك دلوقتي ايه اللي انت عايز تعمل له بريدكشن؟ انت عايز تعمل بريدكشن للبارامترز نفسها اللي هي ثيتا، احنا عايزين نعرف الثيتا، الثيتا اللي احنا معتبرينها هنا هي الفاليو، تخيلها ان هي الفاليو اوف واي اللي انا عايز اجيبها. فبالتالي انا معايا الاكس اللي هو الفاريبل الاولاني الاوبزرفد اللي معايا في الداتا سيت الكامل، وانا عايز اجيب ايه probability of x given ان انا معايا الواي، واي كأن ان الواي دي معايا اوريدي. يبقى تاني يا جماعة زي ما احنا قلنا البيزيان بتيجي بالعكس،
بتيجي بالعكس، انا بشوف ايه الحاجه اللي معايا واجيب العكس. انا معايا الايفيدنس، اللي معايا الايفيدنس، فاللي عامل دور الايفيدنس هنا يا جماعه هو الاكس. فبالتالي وانا باجي اجيب الحاجه هجيبها بالعكس ده كده، هجيب ايه probability of theta given x. طيب الكلام اللي اتقال في المحاضرة على كل ده، ان خلي بالك ان احنا علشان نيجي نختار ال n في اتجاهين، في اتجاه بيقول لك كبر ال n خليها size of data set، ولكن الريسيرش الاخير اللي حصل قال لك لا خلي ال n small. طيب واجيب ال n ازاي؟ عندك رول بيقول لك 1 بلس لامدا على n ماينس 1، بس هو ده الرول اللي بيقول لك من خلاله تجيب ايه ال n، او تعرف ال n بتاعتك الفاليو بتاعتها المفروض تبقى من كام لكام. وير ان ال n ده عدد الامبيوتيشنز، واللامدا ده الفراكشن بتاع الميسنج، نسبه الميسنج انفورميشن عندك. يعني بالنسبه للداتا سيت، داتا سيت فيها 1000 رو مثلا، ميسنج عندك كام؟ 200. يبقى اللامدا هنا ساعتها 0.2، فانت بتعوض في الكلام ده وتشوف الرقم ده. الرقم ده طبعا المفروض يبقى ايه بوزيتيف علشان نبقى عارفين الان بتاعتنا ماشيه ازاي. طيب ده اللي اتقال بس في حكايه البيزيان دي، مفيش اي اكزامبلز للاسف موجوده، واحنا بنحاول حاليا نوصل لاكزامبلز او حاجات، ربنا يسهل ان شاء الله. السلام عليكم. المحاضره الجايه بقى هنتكلم في المحاضره السابعه. السلام عليكم.